حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، هذا هو البحر الذي سخره الله لنا، وهو الذي سخر البحر. ما معنى سخر البحر؟ أنا أحب أن أتوقف وأنا أشاهد هذه الأمواج الرائعة، أن أتوقف عند هذا المعنى. في اللغة العربية كلمة سخر معناها كلفه عملا بلا أجر، يعني عندما يقدم لك الإنسان عملا من دون مقابل هذا معنى كلمة سخر والتسخير، هذا هو التسخير. وهو الذي سخر البحر، يعني البحر يقدم لنا خدمات مجانية. ربما من أغربها أن العلماء الآن يولدون الطاقة الكهربائية بأمواج البحار. هذه الأمواج أيها الأحبة لها قوة هائلة جدا وهي مستمرة. هذه الأمواج مستمرة على مدى 24 ساعة، وأحيانا تكون مدمرة. فتمكن العلماء من صنع آلات خاصة تضعها يعني في على أعماق محددة وعلى السطح أيضا، وحتى إنهم يحاولون الاستفادة من طاقة الأمواج العميقة، لأن الأمواج العميقة أحبتي في الله على عمق أكثر من 1000 متر. يعني هذا البحر ما نراه الآن هو الموج السطحي، الموج العميق، الموج العميق أقوى من هذا الموج 10,000 ضعف. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، هذه الأمواج أقل من الأمواج العميقة 10,000 ضعف. تصوروا أيها الأحبة. يحاول العلماء الاستفادة من طاقة الأمواج العميقة كما استفادوا من طاقة الأمواج السطحية. طيب كم التكلفة؟ صفر. يعني البحر يقدم لك طاقة كهربائية مجانا. فهذه الطاقة التي يقدمها البحر أيها الأحبة، هل نتجت عن طريق المصادفة؟ يعني هل الإنسان بالمصادفة استطاع استثمار هذه البحار واستغلال طاقتها الهائلة في توليد الكهرباء؟ لابد أن هناك من نظم هذه الأمواج، هناك من رتبها، هناك من أحكمها، هناك من يسيرها، لأنها أمواج منظمة كما تلاحظون. وإلا لو كانت القضية قضية مصادفة أحبتي في الله، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هذا البحر يمكن أن تجد موجة هادئة وموجة عنيفة تدمر كل شيء أمامها، ولكن نرى هذا النظام وهذه الدقة وهذا الإبداع، ونتذكر قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ونقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا البحر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.